مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. طبعا السياحة هي من أهم مصادر الدخل القومي المصري، وأهم مصدر أو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، والخدمات أو النقل السياحي من أهم الخدمات اللي بتنشط السياحة. وعشان كده النهاردة معايا ومعاكم ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ عبد الحميد الخيطي، رئيس مجلس إدارة شركة أونلاين ترافل للنقل السياحي. أهلا بيك أستاذ عبد الحميد. أهلا بحضرتك. نورتني. الله يخليك. موجود. بداية حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة أونلاين ترافل، عرفنا الأول بنفسك أو عرف المشاهدين نبذة سريعة مين هو عبد الحميد الخيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحميد الخيطي، رئيس مجلس إدارة شركة أونلاين ترافل. طبعا مصاحب الواحدة، طبعا معايا طبعا أخويا أنا الكبير الحاج أحمد، أعتبر هو اللي مربيني يعني، مهما أقول لك طبعا ده يعوز حلقات كتير يعني عشان أتكلم عليه. والدي طبعا بالأخص، تمام، ويمكن يكون سبب دعم كبير يعني لينا. وإحنا بدأنا في 2018. تمام، يعني حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة أونلاين ترافل للنقل السياحي، ومعك طبعا أخوك الكبير ووالدك. تمام. طيب عرفني يعني اسم الشركة أونلاين. أونلاين ده يعني له علاقة بالنت ولا هو شركة لها أساس ولها مقر؟ لا طبعا هي شركة لها أساس ولها مقر. المقر بتاعنا طبعا في مدينة الجمال الإسكندرية. حتة أونلاين ده أنا أخدت الاسم كده، وأنا لما فكرت لأن أسس الشركة وكده، بداية الأونلاين كان بدأ ينتشر في 2018، وأنا بالخصوص في 2018 بدأت اللي أنا إيه يعني أسس الشركة وكده. فالاسم جالي كده، فاونلاين مع الاونلاين كده، فقلت هيعمل خطفه او يعني هي حسيته اسم جديد بالظبط كده، فقلت هينتشر بسرعه، فعشان كده فكرت في الاسم وبالذات في اللوجو كمان، فعشان كده اخترت السهم والدايره اللي هو الانطلاق اللي هو يعني ايه النقل السياحي يعني. طيب اللي هو اللوجو، حضرتك مين عمل اللوجو بتاع حضرتك؟ اللوجو ده برضو كانت فكره لما فكرت كده. طبعا انا عندي ابن عمي في كان بيدرس في هندسه في وقت ده، وكان معاه مهندس صديقه بيقول لي هو مهووس بحته الديزاينر وكده، فقال له هعرفك عليه، اسمه الباشمهندس عمر طبعا ربنا يمسيه بالخير. رحت قعدت معاه واتكلمت وخد الفكره، وبدا بقى قال لي النشاط. قلت له انا هركز قوي في حته مجال النقل. تمام. لان عايز اجيب باصات ويعني لان يبقى عندي اسطول يعني وكده. فبدات بقى ورحت قعدت معاه وكده، فهو طبعا بدا يبعت لي كذا حاجه، وانا اقول له طيب دي طيب دي طيب دي، وبرضه استشير بعض اصحابي المقربين لي او اصدقائي. والحمد لله رب العالمين، ربنا يعني كرم وعملت شكل كويس يعني. اللوجو له فكره اللي هو السهم ان احنا بسرعه يعني بالزبط. النقل يبقى بسرعه، يعني فكره السرعه في النقل بالظبط. على فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه، وممكن اللوجو بالاخص يكون سبب رئيسي بانتشاري قوي في مسافه قريبه، رغم ان انا بدات في ظل يعني ظروف ما كانتش مساعداني قوي، ولكن توفيق ربنا طبعا ودعم الحاج الكبير طبعا واخويا والدتي مهما اقول لك يعني كانوا برضه لهم دور معايا، ادخل وما تشغلش بالك وكده. فالحمد لله رب العالمين، فاللوجو عمل لي بهجه او خطفه كده في اسكندريه بسرعه. طيب تمام، حلو قوي. احنا بدانا بالاسم، باختيار الاسم، وبدانا باللوجو. بدايه الشركه كانت ازاي؟ يعني بدات مثلا بالفكره، عملت خطه مثلا مده قد ايه؟ خلصت اجراءاتك ازاي؟ او الاجراءات في وزاره السياحه كانت ماشيه ازاي؟ انا ساعتها في البدايه خالص انا كنت اشتغلت في شرم الشيخ شويه في مجال السياحه، خدت يوم الاشراف والكلام ده، وزي ما تقولي كده جايبها من تحت شويه، اشتغلت كل حاجه يعني. فلما جت الفكره بتاعت النقل السياحي ده، فانا فكرت بالاخص وقلت يعني عايز يبقى عندي باصات ويبقى عندي اداره يعني. رغم ان انا جالي اكتر من كذا وظيفه فرفضتها، عشان انا يعني كانت امنيه حياتي ان انا ابقى صاحب كيان يعني. يعني كان حلمك انك تبقى عندك شركه طبعًا. وحضرتك عارفه احنا اللي بنعمل الكيان مش الكيان اللي هو بيعملنا طبعًا. ولما ربنا يكرمنا ونعرف نعمل كيان زي كده، فالفكره بقى والشطاره بقى ان الواحد بقى ربنا يكرمه ويكبر الكيان ده يعني حضرتك بدات في انك عملت اجراءاتك الاول، فكره جات لك، عملت الاسم واللوجو، طبعا والدك واخوك دعموك طبعًا. وبدات ايه تعمل اجراءاتك في وزاره السياحه، وعملت شركه اونلاين ترافل للنقل السياحي. تمام. طب بدايه بالنسبه مثلا للباصات، او انت يعني النقل عندك نقل يعني في اتجاه واحد، يعني انت مثلا في كل بغطي الجمهوريه كلها ولا في اماكن محدده، ولا ايه ايه نظام شركتك يعني؟ شوف يا فندم، بالنسبه للنقل السياحي ده يعتبر انا بالنسبه لي انا منقسم عندي لقسمين. تمام. عندي باصات اللي هي ال 50 راكب اللي هي الكبيره، بقول عليها باص كبير. تمام. طبعا مرسيدسات، وعندي الباصات اللي هي الصغيره. تمام. ف
فالبساطه الصغيره ديت انا مركز على برضو ايه يعني حته نقل الموظفين، اللي انا مثلا ببقى متعاقد مع شركات بشيل الستاف بتاعهم من اماكن العمل مثلا لمنازلهم وكده. وفي نفس الوقت عندي برضو ايه اللي هو القسم الثاني بقى، اللي هو اللي انا مثلا انقل بقى اللي هو السياحه الترفيهيه اللي في جنوب سيناء، شرم الشيخ، غردقه، مرسى علم كده. فانا بخدم شركات السياحه طبعا بالبساطه بتاعتي، هم بينظموا وانا بشيل الناس واوصلها طبعا على اكمل وجه واكمل مستوى. طب طبعا احنا جبنا سيره التوصيل، ده له علاقه بالطرق طبعا. طيب الطرق اعتقد انها اختلفت في الفتره الاخيره والكباري، وطبعا توجهات الدوله ان احنا الحقيقه كان في جزء كبير من ان احنا بنحاول ان احنا نصلح الطرق ونعمل كباري كتيره لتسهيل المواصلات، ده فرق معاك ازاي؟ مهما اتكلمنا حضرتك على موضوع الطرق ده، مش يعني ده بص عايز اقول لحضرتك يعني يعتبر فرق السماء من الارض. اولا على فكره بيقلل معانا حتى في الصيانه تمام، حتى لما البساط بتبقى ماشي على طرق طبعا مختلفه وطرق نظيفه وزي ما حضرتك شايفه كده، والمحاور اللي اتعملت وطريق شرم الشيخ بالاخص، الناس برضو في قبل كده كانت بتمل من المسافات الطويله دي تمام. طبعا هي هتستمتع برحله سياحيه فما كانش عايز ياخد اليوم كله يبقى في الطريق، رغم ان هو بيتمتع في الطريق برضه من الجبل والجبال اللي بيقابلها في الطريق ده، حاجات برضه حاجه يعني ما شاء الله يعني. فالطرق طبعا اثرت علينا مسافات كتير، يعني بعد قبل كده كان طريق شرم الشيخ مثلا نقوله كان بياخد نقول 12 ساعه من اسكندريه لشرم، دلوقتي ما شاء الله بقى من يعتبر من 6 ل 8 ساعات. حلو جدا. حلو قوي يعني. وبعدين الطريق الصحراوي برضه ما شاء الله بيخطف مساحه، بعد كده في اللي هو رود الفرج بياخد من ابو الصحراوي بحيث ما تدخلش القاهره خالص، بينزلك طريق السويس والاقليمي. لا الطرق دي طبعا يعني وفرت طبعا الوقت طبعاً والجهد وكمان الامان، بقى في امان اكتر عن الفتره اللي فاتت. طبعا. طيب يا استاذ الحميد، لو جينا قلنا ان من فتره فاتت كان السياحه يعني متوقفه شويه، حاله ركود زي ما بنقول، تمام، من امتى بدا الموضوع ينشط شويه، او حسيت من امتى ان بدات الدنيا ترجع زي الاول، وهل رجعت ولا لا؟ والله العظيم بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا طبعا ما شاء الله الدنيا ماشيه كويس قوي، ولدرجه كده واكبر دليل على كده ان احنا عندنا الباصات بتاعتنا الكبيره دلوقتي طالبينها في اماكن شرم الشيخ ومع الشركات الكبيره طبعا، وفي اسوان والاقصر، في اسوان ما بتنزلش من هناك، شغاله هناك يعني ما شاء الله تمام. فطبعا في اختلاف كبير قوي، واحنا دلوقتي احسن من الاول، وانا شايف التاشيرات اللي جايه كمان المستقبليه كمان بالذات في الوقت ده هتبقى اكبر بكتير يعني. في تزايد في الاعداد احنا طبعا تقريبا في المسافات اللي قبل كده كان السياح كانت بتبقى تقريبا من 8 مليون ل 10 مليون، دلوقتي ما شاء الله داخلين على 14 مليون سائح تقريبا، حاجه مبهره يعني. لا ما شاء الله يعني بالتقريب تمام، ففي فرق شاسع طبعا بسم الله ما شاء الله يعني. لا الدنيا ماشيه الحمد لله. طيب يعني لو جينا نتكلم عن الصيانه، واحنا معانا يعني صور الباصات بتاعت حضرتك وكده، عايزين ننزل بيها يا جماعه بعد اذنكم. كلمني عن الصيانه، هل انت مخصص موجود على شاشه الصور طبعا. هل حضرتك بتخصص يعني مثلا تكلفه معينه او جزء معين لصيانه الباصات، وكل قد ايه، او بتعمل ايه في موضوع الصيانه ده؟ شوف حضرتك، انا بالنسبه في الشركه يعتبر انا واخويا الحاج احمد تمام، ومعايا انا الدكتوره دينا بنت اخويا تمام. فاحنا مقسمين نفسنا ثلاث اقسام تمام، اللي هي الاداره والصيانه والاداره الماليه الحسابات وكده تمام. فطبعا الدكتوره دينا لها دور مهم في الصيانه في الماليات، ومعايا انا الحاج احمد نفسه هو اللي ماسك الصيانه بنفسه. طبعا حضرتك عارفه ده مال، والنهارده العجل بسعر مبلغ وقدره يعني طبعا. فاهم حاجه الصيانه ديت طبعا الشيء الرئيسي اللي بينجحنا في الشغل طبعا، السائح مش عايز يقف بقى ويعطل وحاجات زي كده. حضرتك طالعه تفك عن نفسك، طالعه تتفسحي، طالعه تخرجي، طالعه تفصيلي، طالعه كده، فمش هنبقى انا النقطه السوداء بتاعت حضرتك اللي انا في الطريق، لان ممكن اعكر مزاجك في الطريق، عربيه تقف لا قدر الله، حاجه كده تكييف يفصل والجو حار الكلام ده. فده احنا مركزين عليه قوي، واحنا بفضل الله يعني كمان احنا بنعمل في مركز صيانه كبير هيبقى خاص بالباصات كلها طبعا، وممكن كمان اضم اصدقائي في المجال يعني لو حابين مثلا يصينوا عندي، هيبقى مركز على مستوى يعني. طيب حلو جدا. بالنسبه لو جينا انتقلنا لنقطه اخرى، وهي نقطه المنافسه يا استاذ عبد الحميد. احنا طبعا مجال السياحه هو مجال معروف انه مجال قوي، وفي منافسه لو صح التعبير هنقول شرسه. هل المنافسه بتكون شريفه، او بتكون عباره عن ايه المنافسه؟ بص حضرتك،
في كل المجال بيبقى فيه منافسه. وانا كنت سمعت حته كده للشيخ الشعراوي كانت عجباني قوي، كان بيقول لي لو مالكش منافس المفروض تبقى فاشل، تقول على نفسك انت فاشل. فانا بفضل الله طول ما بيبقى عندي منافسين وكلام كتير وحرب والكلام ده، فطبعا بتبقى مثلا منافسه شريفه ممكن تتحول لعنيفه سنه، بس بتبقى كلها في حدود الادب يعني. طبعا كلهم ما شاء الله يعتبر انا اصغرهم سنا واصغرهم في اي حاجه في اسكندريه، طبعا في عمالقه في اسكندريه انا ما اكونش جنبهم حاجه يعني بفضل الله. ولكن هي المنافسه بترجع، بص يعني هي بتبقى اعنف شويه بالذات في مجال النقل. في مجال النقل ليه؟ فبتيجي علينا احنا بقى. يعني مثلا حضرتك، انا متعاقد مع شركات، يعني انا متعاقد مع شركه البتروكيماويات عن طريق شركه السهم البتروليه، متعاقد مع نادي سموحه، متعاقد مع بعض المؤسسات المحترمه يعني. تمام. ففي مثلا طبعا بيبقى بنسبه اكبر العقد مدته مثلا على حسب ما تتفق مع الشركه مدته سنه مثلا. فبتيجي انت بعد ما السنه تخلص المفروض انت بيبقى العشم واخدك اللي انت تزودي اللي هي الشرع بتاعنا او العرف بتاعنا اللي هم 10% بتوع العقد. فبتلاقي حد بقى من الاصدقاء في المجال ممكن يدخل، يعني ايه انت عشمان اللي انت مثلا شغال بجنيه هيبقوا جنيه و10، لا بيجي بقى هو بيقلل السعر. فاوريدي ده بيحصل بقى هنا العنف هنا في المنافسه يعني بتبقى بخساره. ده هيوصلنا للصعوبات اللي بتقابلها، يعني ده جزء من الصعوبات. هل في صعوبات اخرى في مجال النقل السياحي بتقابلك من اول ما بدات لغايه دلوقتي؟ ايه لو قلنا حددنا 1 2 3 كده الصعوبات او اهم الصعوبات اللي بتقابل حضرتك؟ والله بص حضرتك، هي الصعوبات في مجال النقل السياحي ده بالذات هو ممكن يكون زي ما قلت لحضرتك، وده اهم حاجه، ان الواحد لما بيبقى مثلا ربنا كرمه في مجال او في شركه معينه او واخد فيها دور كبير واخد الشغل بتاعها، وحد يدخل مثلا كيضرب سعر او الكلام ده كله، فدي بتبقى صعبه بالنسبه لك. ليه؟ طبعا حضرتك عارفه التكلفه والكلام ده كله، فبتبقى يعني هي عمليه حسابيه يعني، فبتبقى معروف الباص طالع بكذا، هيعمل كذا، هيوفر كذا كده. تمام. وبعدين احنا يعني مهما اقول لحضرتك يعني مش عارف اوصل لحضرتك ازاي، هو الصعب فيها سهل، بتنميك الحاجه اكبر وكده يعني. طيب اسمح لي استاذ الحميد، بعتذر لحضرتك، معانا اتصال تليفوني، معانا الاستاذ مصطفى عزت. انا حضرتك يا فندم، معاك مصطفى عزت. اهلا، ازي حضرتك يا استاذ مصطفى، نورتنا. اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. من اهم العملاء اللي بتتعامل مع شركه اونلاين ترافل والاستاذ عبد الحميد. طبعا ده شريك النجاح بالنسبه لي، وبتعامل معاه من مده طويله جدا جدا، لانه يعتبر شريك النجاح بالنسبه لي في جميع رحلاتي. طيب يا استاذ مصطفى، احنا نتكلم بمنتهى الصراحه ونتكلم عن ايجابيات شركه اون ترافل وسلبياتها. تمام مع حضرتك. اتفضل. ايه ايجابيات عندهم؟ لا كلها يعني اغلبيه الحاجات ايجابيات طبعا. اهم حاجه عندي انا كراجل شركه سياحه، راجل بيعمل رحلات، عايز المصداقيه، عايز باص نظيف، عايز سواق نظيف، بس فالحاجات دي كلها النقط دي لقيتها عند عبد الحميد الخيتي في الباص والسواقين المحترمين، المصداقيه في الكلام، المصداقيه في التعامل، طبق الميعاد اهم حاجه، طبق المواعيد بالنسبه لي طبعا بيعتبر مهم. ثاني حاجه السواق بيكون على احترافيه، ولان السواق برضه بيعتبر شريك نجاح بالنسبه لي. حضرتك بتتعامل معاهم من امتى يا استاذ مصطفى؟ انا والله من اول ما بداوا بصراحه انا معاهم، ومش ما شفتهمش لان يعتبروا شركاء النجاح، فادام بيديني اللي انا عايزه مصداقيه وبنجحني رحلاتي، فانا ما فيش تلازم، بتعامل معاهم من حوالي 4 سنين. بتحس ان هم بيطوروا نفسهم ولا واقفين على نفس الخط يعني؟ لا في تطوير طبعا، وفي اتوبيسات جت دخلت جديده السنه دي ان شاء الله 600، شايف طبعا هو بعت لي الصور بتاعتها، اتوبيسات مرسيدس 600 دي تعتبر اعلى حاجه وانجح حاجه بالنسبه للرحلات السياحه عندنا. يعني حضرتك بتنصح العملاء ان هم يتعاملوا مع الاستاذ عبد الحميد ولا ايه؟ طبعا. لا نصيحه شخصيه من اخ فاضل وراجل قديم في السياحه، طبعا بنصحهم، اهم حاجه يهمنا احنا المصداقيه والتعامل الجيد والاتوبيسات الجيده. شكرا لحضرتك استاذ مصطفى، نورتنا. ايه راي حضرتك في كلام استاذ مصطفى؟ طبعا ده من اهم العملاء معايا، وعلى فكره برضو من الناس اللي وقفت جنبي، وهو كان شايف برضو بالنسبه لي كانت منافسه شرسه عليه شويه، كان يقول لي لا اصمد، خليك قوي، اكبر وكمل زي ما انت، ما تيأس. ديك خبرته يعني. طبعا ده ما شاء الله، الله اكبر يعني، معروف علم يعني، الله اكبر. طيب بما اننا كلمنا الاستاذ مصطفى، هل علاقتك بالعميل
بتنتهي بانتهاء الرحلة؟ طبعا أنا عندي فريق العمل بتاعي في حد مخصص لما الرحلة بترجع بالسلامة، بس لما بترجع تاني يوم ليه بقى العميل بقى ممكن بيبقى راجع، طبعا حضرتك عارفه رحله ممكن بتبقى فيها قله نوم، راجع مفرهد شويه فبيروح يريح وكده، فاحنا بنكلمه تاني يوم تمام. فالاستاذه بتكلمه بتقول له انا ممكن مثلا حضرتك تقول لي ايه، ممكن لو حاجه صعبه قابلتك، حاجه يعني سلبيه قابلتك مثلا في الباص بتاعنا مع الكابتن بتاعنا كده قول لي وكده يعني. فطبعا فبنطمن، فبنلاقي مثلا وبناخد برضو الكلام ده ايجابيات، وبيبقى في مثلا احيانا سلبيات بتبقى بسيطه، بتبقى حاجات سهله يعني بتحاول تعدل منها، بنحاول برضو بنعدل منها عشان التطور يعني. طيب حلو، احنا عايزين نعرف ايه هي اهم الخدمات اللي بتقدمها شركه حضرتك في مجال النقل؟ يعني هل في خدمات متنوعه ولا هي مقتصره على شيء محدد بس؟ لا انا زي ما قلت لحضرتك من شويه، هي طبعا خدمات متنوعه. انا عندي شغل نقل موظفين، باخد شركات بتعاقد معاها، وفي نفس الوقت بشتغل مع شركات سياحه برضو بخدمهم، ببقى معاهم مثلا من اسكندريه بقى لشرم للغردقه لمرسى علم للاماكن طبعا اللي هي كلها الترفيهيه السياحيه اللي هي في جنوب سيناء وكده يعني. طيب احنا طبعا عندنا انواع متنوعه ومختلفه في مصر من السياحه، سياحه علاجيه، سياحه ترفيهيه، سياحه ثقافيه، سياحه تاريخيه، سياحه مؤتمرات. ايه اكتر انواع الاماكن اللي حضرتك بتحب تروحها وبتحس ان دوت بيكون اكتر لو صح التعبير مكسب واقل تكلفه او اقل عبء عليك؟ يعني ايه الاماكن او الرحلات اللي تبقى مستمتع وانت بتودي ليها في مصر يعني؟ طبعا بص حضرتك، والله احنا عندنا ما شاء الله يعني الاماكن كلها الله اكبر جميله، حاجة يعني الله أكبر. رغم أني سافرت كتير، سافرت برا أنا وشفت أماكن وكده برضو، بس برضو في مصر ما شاء الله يعني حد حس يعني عندنا حاجات ترقى نقول للسياحة الأوروبية طبعًا. مثلا عندنا مثلا ما شاء الله منطقة دهب، رشيطان، منطقة مرسى علم، طابة طبعا بأنواعها والأماكن اللي بجوارها وكده زي نويبع ورشيطان والكامبات اللي هناك دي، شرم الشيخ، وطبعا حضرتك عارفة السياحة ترفيهية، وبالنسبة للسياحة طبعا الأقصر وأسوان طبعا حاجة تانية خالص يعني. طيب لو رجعنا تاني واتكلمنا عن تدريب العمالة، حتى ما عندك عمالة في سواقين زي ما بنقول وموظفين وسكرتارية وأيا كان، هل بتكون حريتك تعمل مثلا تعقد اجتماعات شهرية ولا نصف سنوية، ولا إيه نظامك في تدريب العمالة؟ هل بياخدوا دورات مثلا معينة، ولا بيكون بتدربهم إزاي عشان يعني يبقوا يعني بيتطوروا مع الوقت؟ شوفي حضرتك يا فندم، بالنسبة أنا الكباتن بتاعتي كلها ومع بما فيهم فريق العمل اللي موجود معايا في الشركة تمام، أنا مصاحبهم حتى لدرجة أنا بقيت أقرأ يعني أقرأ عيونهم، لو في حد معاه مشكلة في حاجة مزعلاه زي لعيب الكورة كده بالظبط، فلازم العائد النفسي بتاعه يكون بالنسبة لي أنا 100%. تمام، فباجي على العائد النفسي لو في اي حاجه مزعله اي حاجه كده، فاحنا بنحاول ان احنا نقف جنبه، ومعايا برضو اتش ار راجل محترم برضو بيقعد معاهم، طب مشكلتك فيه طب كده، فبنحاول نظبط الدنيا. فانا مصاحبهم، وعشان انا مصاحبهم فزي هم كلهم زي اخواتي طبعا، فهم بيقفوا جنبي، فهم شايفين اللي انا اخ ليهم، فانا ما بقولهمش انتوا شغالين معايا، لا احنا كلنا في اسره يعني اسره عمل او فريق عمل، فريق عمل احنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في البيت، فاحنا عايزين يعني الصلح يبقى للعميه كلها يعني، هيبقى ليك قبل ما كليه، انا لما تبقى سمعتي كويسه وشغال كويس وكده فبساطة هتضطر تنطلق في السوق، فاوريدي انت هتشتغل بدل ما هتشتغل لا هتشتغل بكذا كده يعني. فطبعا طيب حلو جدا، احنا اتكلمنا عن اكتر ناس دعمتك، والدك واخوك الكبير. طب لو قلنا اسماء ثانيه من بداية ما حضرتك بدأت، أسمعتي في مجال عملك، مين أكتر حد تقول لا دوت إداني خبرته، لا ده إداني المعلومة صح، ومين تقول ده خبى عليا معلومة لو كان قالها لي كان وفر عليا الطريق؟ هو يعني الأسماء هتبقى صعبة. طب خلينا في الأسماء الإيجابية، خلينا في الأسماء الإيجابية. تمام. والله عندي أنا دايما أخويا وحبيبي الأستاذ إسلام، طبعا ده ابن عمي وجاري في نفس الوقت، ففي البدايه خلاص فانا كنت بشركه لان هو اصلا خريج سياحه واثار وكده يعني، فهو كان دارس اكتر وفي المجال ده، فلما اتكلمت معاه فهو كان اكتر واحد برضو من الناس اللي كانت بتدعمني، وطبعا غير الاهل طبعا والاقارب وزوجتي وكده يعني. طيب بما ان حضرتك ذكرت الدراسه، حضرتك دارس سياحه ولا اخذتها هوايه، ولا ليه مجال السياحه انت اخترته بالذات؟ لا انا درست تربيه خالص، انا
انا مجال السياحه انا حبيته، وعشان كده لما رحت شرم الشيخ وتعمقت فيه شويه فحبيته اكتر. فقلت لا انا، طب انا ليه ما يبقاش عندي كيان صغير كده مثلا ابدا بيه وكده. فنزلت فربنا كرمني، فبدات شويه كده اشتغل برضو مع ناس في شركات، برضو ناس محترمه، برضو ما اقدرش اقول حقها حاجه زي ما قلت، خدتها من تحت عشان تفهم الموضوع، فخدتها من تحت. فتعلمت منهم كتير برضو، وفهمت الموضوع ابعاده ايه، حتى السواقين، حتى الدنيا، حتى النقل. فلقيت النقل السياحي انسب حاجه ليا، وهتبقى الحاجه اللي انا قلت هبقى شايف نفسي فيها يعني. حلو جدا. طيب لو اتكلمنا استاذ عبد الحميد عن خططك المستقبليه، بتبص يعني هل انت بتعمل خطه السنه الجايه بعد 4 سنين بعد 5 سنين، ولا هي ماشيه كده زي ما بيقولوا؟ لا طبعا، احنا عاملين ان شاء الله باذن الله المقابل اللي جاي فيه قريب قوي ان شاء الله باذن الله. شركه سياحه طبعا هتبقى الف، طبعا ده هيبقى بقى حج وعمره بقى وكله ان شاء الله بعد العيد الكبير باذن الله، عيد الاضحى. واحنا برضو الخطه المستقبليه هو مركز الصيانه، ده في دماغي قوي يعني، ليه مش معمول في اسكندريه بخصوصا نوعيه الباصات بتاعتنا يعني. تمام، فانا عايز اعمل مركز يبقى شامل كله، بحيث العربيه تيجي تدخل اللي فيها كله يتعمل لعربياتي انا وعربيات اصدقائي برضو في المجال يعني وزمايلي. حلو جدا، يبقى الخدمات متكامله، يبقى انا عندي اللي انا بحتاجه انا برضو بكمله من عندي، ده بيوفر عليك جهد كبير وتكلفه وعبء وحاجات زي كده. طيب لو اتكلمنا عن المكسب والخساره يا استاذ عبد الحميد، من فترة كان في الكورونا وقلنا السياحة توقفت فترة طويلة، وكان عندك عمالة والتزامات وكان بتقدر ازاي في الجو ده تقدر ان انت تصمد وتكمل؟ هل بيبقى عندك مثلا انت عامل حسابك مثلا في دخل معين، او في هامش كده بتحطه للخسارة، ولا بيبقى ايه نظامك؟ بصي يا فندم حضرتك، طبعا بتبقى في حاجة عندنا اسمها خزينة قائمة، تمام، بالنسبه دي في الشركه يعني، دي بيبقى فيها جزء كده غير الحسابات البنكيه والكلام ده، تلاقيه ممكن والعادي ممكن يحصل معايا اي طارئ. تمام، لان ده عجل حضرتك ماشي على طريق ومش حاطه في باترينا، فاوريدي وارد اللي هو يتخبط، وارد اللي هو يحصل له حاجه، وارد اللي يحصل ضرب، فلازم يبقى معايا انا ظابط نفسي في الموضوع ده كويس. ده بند. البند الثاني حضرتك بالنسبة لموضوع الباصات نفسها، تمام، طبعا في فترة كورونا طبعا السيد الرئيس عمل معنا برضو حاجة كويسة، ان هي في فترة كورونا وقفوا عننا الأقساط البنكية. حلو جدا. وقفوا 6 شهور، فاضطروا هم ما ضغطنيش يعني، ليه عربية مثلا حصل ركود وكده فجأة وحاجة طبعا على الكل، فوقف القسط مسافة 6 شهور. تمام، طبعا انا عندي كانت بنوك وقفت لها، وكانت عندي شركات شغاله قللت من العماله بتاعتها وشغاله، ففي برضه جزء ما وقفتهوش، كنت بدفع في الجزء وجزء ايه ما وقفتهوش. تمام، وقفته. تمام، فدي طبعا كانت حاجه حلوه جدا جدا جدا، اللي احنا ما انضغطناش قوي في فتره كورونا دي. يعني ده كان الحقيقه دور الدوله الحقيقه بنقدر هذا الدور، اللي هي يعني حاولت تساعدكم ان ما تحسوش قوي بالركود اللي كان بالزبط حاصل يعني، بالزبط، او ما يبقاش عبء كبير عليكم. بالظبط كده صح. طيب استاذ عبد الحميد اخيرا، اتفضل، هتقول لي حلمك ايه؟ والله اللي انا يعني في مجالي، حلم شخصي او حلم في مجال عملك او حلم للبلد بشكل عام ايا كان. طبعا احنا بالنسبه للامن والامان ما شاء الله دلوقتي احنا طبعا يعني الله اكبر الوضع اتغير خالص تماما، طبعا حتى الواحد بينام مرتاح ومطمن على عربيات وعلى الطرق وكل حاجه، طبعا الدنيا اتغيرت خالص، والله احنا ما شاء الله يعني احنا الدنيا تمام وفي ارتياح. والحلم بقى اللي جاي، اللي انا يعني عايز يبقى عندي اكتر من شركه يعني، يبقى مجموعه شركات كده ما شاء الله، يعني عايز تطور من نفسك ومجموعه شركات وعدد الباصات كمان يزيد. وعدد الباصات انا بحدث اوريدي كل سنه يعني، مثلا لحضرتك جيت الباصات عندها هتلاقيني مثلا 18 19 20 21 وانا ماشي كده كل سنه بنزل يعني. طيب بشكرك جدا يا استاذ عبد الحميد، الحقيقه الحلقه عدت بسرعه جدا، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى نكمل حديثنا عن السياحه. شكرا لحضرتك. سعيد بك جدا يا فندم، وشكرا لاستر القناه. اعزائي المشاهدين، ودي كانت حلقتنا، اشكركم لطيب المتابعه، انتظرونا في الاسبوع القادم حلقه جديده وبرنامج مع كل الناس.